عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعنا. تعبير عن الأمانة، أو ده نجي عن الأمانة، تعبير جديد. يا رب يعجبكم تستفيدوا منه. الأمانة هي صفة كريمة تعد من أهم الأخلاق الإسلامية، بل هي أساس لبناء مجتمع متماسك ومدخل لنيل رضا الله تعالى. لمحة أو تمهيد للموضوع، اترك فراغ مسافة كلمة، وضع نقطة في نهاية المقدمة. اترك فراغ مسافة كلمة بداية المقدمة. لمحة أو تمهيد للموضوع، الأمانة هي صفة كريمة تعد من أهم الأخلاق الإسلامية، بل هي أساس لبناء مجتمع متماسك ومدخل نيل رضا الله تعالى. العرض هنا اترك فراغ مسافة كلمة مثل المقدمة، مسافة كلمة أو كلمة ونص. تنظيم الموضوع، الأمين هو الذي يحافظ على ما يؤتمن عليه ويؤدي واجباته على أكمل وجه، وللأمانة فضائل كثيرة. يبقى هنا فضائل يعني أهمية، فضائل الأمانة أو أهمية الأمانة، فهي تجعلنا نشعر براحة الضمير، براحة الضمير والسكينة في النفس، وتكسب الإنسان محبة الله ومحبة الناس ونيل الثواب والأجر العظيم وكسب احترام الناس وتقديرهم. وبالأمانة نصل إلى النجاح في مختلف مجالات الحياة. وللأمانة مظاهر عديدة، مظاهر الأمانة، أهمية الأمانة، بعدين تكلمنا هنتكلم عن مظاهر الأمانة. كالأمانة في العمل، وذلك بإتقان العمل وإنجازه على أكمل وجه، والأمانة في المال، وذلك بحفظ المال وعدم التبذير فيه، والأمانة في القول، وذلك بقول الحق وإن كان مرا. ولكي نصبح أمناء يجب أن نتعود على الأمانة منذ الصغر. واجبنا، أو كيف يمكن أن نكون أمناء. الفكرة الثالثة، أن نتعود على الأمانة منذ الصغر والخوف من الله وصحبة الأمناء. خاتمة الموضوع، اترك فراغ مسافة كلمة. الأمانة صفة كريمة تضفي على صاحبها جمالا داخليا يشع من خلال أفعاله وقوله، تفتح له باب السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. فلنحرص على التحلي بالأمانة ونجعلها سمة ملزمة لنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. هذه الختيمة ممكن تصلح لأي موضوع، تعبير مثلا عن الأمانة، الصدق، الإخلاص، الوفاء بالعهد، الوفاء، تصلح هذه الختيمة. ولكن هنا هنغير هنا الشاهد، يعني مثلا الصدق صفة كريمة تضفي على صاحبها جمالا داخليا يشع من خلال أفعاله وأقواله، تفتح له باب السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. فلنحرص على التحلي بالصدق ونجعلها سمة ملزمة لنا. ونضيف الشاهد مثلا، شاهد عن الصدق. الإخلاص ينفع برضو الختيمة دي. الإخلاص صفة كريمة تضفي على صاحبها جمالا داخليا يشع من خلال أفعاله وقوله، تفتح له باب السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. فلنحرص على التحلي بالإخلاص ونجعلها سمة ملزمة لنا. والشاهد بتاع الإخلاص، موضوع الإخلاص، يعني وهكذا بهذه الطريقة، يعني الأمانة، الصدق، الإخلاص، الوفاء وغيرها من الصفات الحسنة. وبرضو المقدمة دي تصلح برضو لأي مقدمة عن أي عن الأخلاق مثلا، أو الصدق، الأمانة، الوفاء، تنفع هذه المقدمة. صفة كريمة تعد من أهم الأخلاق الإسلامية، بل هي أساس لبناء مجتمع متماسك ومدخل نيل رضا الله تعالى.
لا تنسوا علامات الترقيم الفاصلات والنقطة عند فعل القول. هنا قال قلت يكون وضع نقطتين، ضع الشاهد بين المزدوجين، ضع في نهاية التعبير أو الإنشاء نقطة والفاصلات وغيرها من علامات الترقيم. ترك فراغات عند بداية كل فقرة جديدة، عند بداية المقدمة والعرض والخاتمة. التزم أيضا بالتعليم ما طلب منا، يعني عدد السطور المعينة ملتزم بعد الأسطر المطلوبة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.